نشرة الأخبار من التلفاز الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. الأولمبي الباجي يتوج بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الترجي الرياضي. أكثر من 13,000 وفاة سنويا سببها التدخين، والأطباء والمختصون يؤكدون مضاره الصحية ويدعون إلى ضرورة ممارسة الرياضة. أردوغان يعلن فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية على منافسه كليتشدار أوغلو. الثامنة من تونس، أهلا بكم. توج الأولمبي الباجي بطلا لمسابقة كأس تونس لكرة القدم نسخة الهادي شاكر إثر تغلبه على الترجي الرياضي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم بملعب رادس أمام 30,000 متفرج. وسجل أسامة بوغرة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 ليقود فريقه للتتويج باللقب الثالث في تاريخه، لتنطلق الأفراح من رادس وصولا إلى باجة. وسنوفيكم مشاهدينا الكرام بصور احتفالات جماهير الأولمبي الباجي بلقب كأس تونس فور وصولها. إذن مشاهدينا الكرام، يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات وسط رسائل مفعمة بالحب والحنين والكثير من الذكريات. وكآخر يوم أحد من شهر مايو من كل عام تكون الأم هي قطب الاهتمام، لتتزين وسائل التواصل الاجتماعي بصور الأمهات وبهداياهم وكلماتهم الصادقة، وتئن قلوب آخرين لما يحيي هذا اليوم من ذكريات فقدت بريقها برحيل أغلى الناس على قلوبهم. لم ما يعوض عن شيء. إلى حضن أمي وأمي، إلى روح. إلى حضن أمي يحن فؤادي، حنين البساتني للمطر. إلى حضنها، وبين كلماتها وعلى خطى دعواتها نكبر ويكبر حبها فينا. فهي فينا الروح، وفي الروح تسري حضوراً أو غياباً. هي السند والوتد، وهي البيت وأركانه. هي المسكن والسكينة والسكون، وهي السر والسريرة والسرور. قد تختزل في كلمة أو حرف، وقد تستذكر في صورة تحفر في الذاكرة، في سهر أو تعب، في ضحكة أو دمعة. فهي فينا فرحة وحزن، وفي كلاهما حياة. لم هي حياتك، هي كما نقولوا هي الدنيا نتاعك أمك، هي الدنيا، هي حياتنا، هي كل شيء. وتحية لكل أم ضحات وتعبت وشقات على خاطر وليداتها، ورب إن شاء الله يعاوننا باش نوصلوهم، ورب يرزق كل مشتاق إن شاء الله. وراه مش لازمنا عيد باش نحتفلوا بأمهات، نحن نحتفلوا بهم كل يوم بالكلمة الباهية، بأن نسمعوهم ناخذوا بنصيحتها. إن شاء الله ربي يفضل لنا صغيراتنا، وربي يفضل الأمهات الكل، وربي يرحم كل أم. بنتي حبت تشري العلم تاع تونس، قلت أهل أجمل هدية باش نهديوها اليوم للأمنا العزيزة، العلم بتاعها في كل دار. باش نحكي على الأم، المشاعر متاعي تتهز، فهمتني؟ الأم حاجة أخرى، الأم ما تتوصفش، الأم هي شي كلمة، ما هوش باش نستنوا احنا عيد باش نتكلموا على الأم. كل عام وانت بخير وربي فضلك لينا. دار بلا أم عبارة كأنك مكشايش، تعيشي 20 أزمة وأزمة، وأزمة وفاة الأم وحدها. ولأن حب الأم أزلي يولد فينا ويكبر معنا، فإن التعبير عنه في عيد الأمهات يكون بطرق مختلفة، ومنها الورود التي اختار البعض إرسالها لأمهاتهم عبر البريد السريع. أنا أمي ميتة الله يرحمها، إن شاء الله ربي يعيش لأمهاتي كلها، وإن شاء الله ربي يرحم اللي ماتوا. نوار من عند النوار، من عند عز النوار. ولدي أي في بلجيكا، يسترهم ويفضلهم ويعيشهم، هما ولاد تونس كاملة كهو. عام فني نوزعوا الورود، حق لقينا استجابة كبيرة من المواطنين. الناس كل تحب تبعث باقة الورود لأمهاتهم، وكل يتفكروا من نهار عيد الأمهات. إحساس كبير ياسر، برشا يبكيوا بالأخص اللي من برا، من كندا ومن فرنسا. ست الحبايب يا حبيبة، ست
في لحن يحفظ ويردد، في حضن، في ضحكة أو دمعة، يطالعك طيف أمك ابتسامة وذكرى. رحم الله الأمهات المتوفيات وحفظ من كانت وستظل في داخل كل منا قبسا من نور لا يخفت. إذن مشاهدينا الكرام، أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة العامة لتقدم أشغال ضبط الحدود الترابية تتقدم بشكل حثيث منذ انطلاق أعمال الفرق الميدانية المكلفة بضبطها يوم 23 من مايو الجاري، والتي ستتواصل على امتداد شهر كامل. إذن مشاهدينا الكرام، إلى أن يجهز هذا التقرير نمدكم بالخبر الموالي، حيث تتجدد المطالبات ولم تنقطع من عدة جهات ومنظمات نقابية ومدنية بسحب المرسوم عدد 54 الموصوف بالمعتدي على الحريات. في المقابل هناك مراجعة محتملة لفصوله صلب مجلس نواب الشعب. تطرح إحالات الصحفيين في مناسبات متكررة على نيابة العمومية للتحقيق على معنى المرسوم 54 تساؤلات عن جدوى نص قانوني أريد له أن يكفل الحماية من الجرائم المحتملة عبر الإنترنت دون تكييف لفصوله قد يمس من حرية التعبير. 22 صحفي اليوم محالين على قضايا مختلفة، كلها قضايا نشر وقضايا رأي ومقالات، فيهم جزء كبير أكثر من 70% منهم على المرسوم 54. المشكلة أيضا أنه اللي متعدين على المرسوم 54 في أغلبهم قضايا رافعينهم بهم وزراء، يعني مسؤولين سياسيين في الحكومة اليوم. مشحف، لأنه يحول العقوبات المتعلقة بالصحفيين فيما يتعلق بنشر أخبار زائفة أو غيره من جنحة إلى جناية، وجناية مشفحة سالبة للحرية تتعلق بخمسة سنوات سجن. نحن مع حرية التعبير في المطلق، وكذلك مع خاصة إذا تعلق الأمر بفصل يمس بالأساس الناس اللي تخدم في مجال المعلومة وتبليغ المعلومة إلى آخره، فالتضييق على زملائنا على أخوتنا الصحفيين في قيامهم بمهامهم هذا نعتبره ربما مؤشر غير معناها بين ظفرين غير ديمقراطي. وفي غياب إحصائيات رسمية يصعب التكهن بعدد الأشخاص موضوع التتبعات القضائية على معنى هذا المرسوم من غير الصحفيين، غير أن منظمات حقوقية تتحدث عن رصدها لعدة حالات على مدار 8 أشهر منقضية. هو السلاح ذو وجهين، ويوجه في حق كل شخص يطالب بحق مشروع، وهو ينجم يكون اقتصادي، ينجم يكون اجتماعي، ينجم يكون سياسي، ينجم يكون مقال فكري أو مقال نقدي. والمجموعة من الأشخاص التي يتم ملاحقتها على المرسوم 54 قاعدة تكبر من نهار بعد نهار. مرسوم يراد به محاكمة الآراء والتضييق على الحريات، ومش صحيح يحبوا يكافحوا به الجريمة الإلكترونية وجراء منظمة المعلومات وغيره، لا، بان بكشف أنه كل القضايا اليوم المرفوعة بمرسوم 54 كلها قضايا رأي. مسألة تنزيل المرسوم تذهب عدة منظمات من خلال وقفاتها الاحتجاجية المتكررة إلى توصيفها بالمخالفة للحريات المضمنة في دستور سنة 22 و2000 والالتزامات دولية لتونس. هذا المرسوم غير دستوري بما أنه معناها لا يتوافق مع الفصل 55 من دستور 22 اللي احنا عندنا عليه برشا تحفظات، ولكن على الأقل في النقطة هذه ما فماش مبدأ التناسب بين الخطأ المقترف من عند المواطن أو الصحافي أو إلى غير ذلك والعقوبة، بما أنه شروع في القتل ممكن تنجم تاخذ عليه عقوبة أقل من مقال رأي، هذا معناه غير معقول. نجم ندفعوا بعدم دستورية هذا المرسوم أمامها، مع الأسف ما فماش اليوم محمى دستورية، وهذا لا نفهمه. بما كنا في صمود أصدرنا عريضة فيها 200 شخصية وطنية تطالب بسحب هذا المنصور. هناك طلب الآن تقريبا من كل مكونات المجتمع المدني بسحب هذا المرسوم باعتباره إذا مسا بجوهر من جواهر حقوق الإنسان، وهو حق التعبير وحرية الضمير إلى آخره. هذا أيضا امتحان لهذا البرلمان الجديد، إذن إذا كان فعلا يعتبر نفسه ممثل للإرادة الشعبية إذن عليه أن يستجيب للنداءات اللي كنت تحدثت عليها، إذن وهو إلغاء المراسيم الماسة بجوهر الدور المدني. بعض أعضاء مجلس نواب الشعب لم ينفوا الجدل الدائرة بخصوص هذا المرسوم وغيره باتجاه المراجعة. فيه زاد مجموعة من المراسيم الأخرى نجم نذكر منها المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة
المضاربة اللي اليوم تمنع المواطن التونسي الصحافي أو غيره من المواطنين أنهم يحكيوا على أمنهم الغذائي. وهنا زاد فما خلينا نقولوا احكام مجحفه وسالبه الحريه تصل حتى مدى الحياه. سيوضع على الطاوله وستقع مراجعته حتما اما نحو الالغاء، وانا اعتقد انه هنالك العديد من الفصول مراسيم اخرى احنا نعرفها في علاقه بتنظيم العمل الصحفي والعمل معناها الاعلامي بصفه عامه، هذه انا نعتقد انها تنجم تكون كافيه، خاطر تنجم تتحول مثل هذه المراسيم ومثل هذه القوانين الى ادوات للتنظيم على ممارسة العمل. المرسوم 54 صار مصادرة قبلية لمواقف محتملة أو أراء من قضايا تهم الشأن الوطني لكونه وحسب التقديرات لم يكن نتاج نقاش موسع. إذا نعود الآن مشاهدينا الكرام إلى الروبرتاج المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي أفادت أن النسبة العامة لتقدم أشغال ضبط الحدود الترابية تتقدم بشكل حثيث منذ انطلاق أعمال الفرق الميدانية المكلفة بضبطها يوم 23 من مايو الجاري والتي ستتواصل على امتداد شهر كامل. بمختلف الولايات تتواصل أشغال الفرق الميدانية المكلفة بعمليات ضبط الحدود الترابية للعمادات تجسيدا للمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة وتجسيما لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. ووفق ما أعلن رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال الاجتماعات الجهوية المبرمجة في كافة ولايات الجمهورية لمواكبة مدى تقدم أشغال الفرق الميدانية، فإن عمليات رسم الحدود والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية ستمكن من تشريك أكبر عدد من الناخبين وتحيين السجل الانتخابي، إلى جانب توظيف هذا المشروع لوضع مخططات التنمية والاستراتيجيات الوطنية، كما سيمكن التقسيم الترابي من إحداث 2155 دائرة انتخابية في 2085 عمادة. يذكر أن الأشغال الميدانية للمشروع انطلقت في 23 من الشهر الجاري في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية وفق رزنامة زمنية تم ضبطها مسبقا، وتم في هذا الإطار تكوين 140 فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الأطراف المتداخلة في إنجاز المشروع. في 31 من مايو الجاري يحصي العالم وككل سنة ضحايا التدخين من المتوفين أو من المرضى أدويتهم تثقل كاهل ميزانيات الدول. تونس كما دول العالم تعاني من عواقب التدخين ومضاره المباشرة على المواطنين، وهي تبذل الجهد للتوعية حفاظا على صحة وسلامة السكان، وقد انطلقت بعدد من الولايات بتكثيف التظاهرات التوعوية بمخاطر التدخين والحث على ممارسة الأنشطة الرياضية تحت شعار التدخين بلاء والحركة دواء. رغم صغر سنه مر هذا الطفل بتجربة مريرة مع التدخين، بالنظر إلى الانعكاسات التي تخطو إلى الخطيرة على صحته ما دفعه إلى القدوم إلى هذه الورشة لتقييم نسبة إدمانه على التدخين. نحس معناتها تأثير معناتها على بدني، كح ساعات قررت ما عادش نتكيف. احنا هدية سكور هدية اللي نحسبوه راه نقولوه له بعد قداش عندك الإدمان، عندك نسبة إدمان قوية، عندك نسبة إدمان شوية، ماكش مدمن زادة. احنا اللي هو معناتها باش نلقاوه حتى ماهوش مدمن باش ننصحوه، على خاطر راهو النيكوتين حتى كان مش مدمن راهي مضرة، والسيجار فيه أكثر من 5000 مادة سامة، مادة مسرطنة. مضار التدخين عديدة وفق المختصين في المجال، وله تأثيرة سلبية على أعضاء الجسم، ويتسبب في أغلب الأمراض منها سرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والشرايين، والأخطر أنه يتسبب في أكثر من 13 ألف حالة وفاة سنوياً.
أنا نعطيك الإحصائيات نتاع تونس تاع آخر مسحة عملناه في تونس في 2016 و2019. قبل شوية نبداو بالسن نتاع أول سيجار عند الصغار، كان قبل في 13 سنة هبط أول 7 سنين ولينا نقبلوا على التدخين من اللي عمر صغير وهذا خطر. ثاني حاجة الأكثر معناتها أسباب تاع الوفيات، فما 20% من الوفيات لقاو سبب نتاعهم هو التدخين. هذه حاجة، والحاجة اللي نعرفوها الكل واللي زاد نتو نأكدوا عليها أكثر هي أنواع الكل أمراض السرطان القاسم المشترك ما بيناتهم هي التدخين. ولأن ممارسة النشاط البدني تحمي من جميع الأمراض ووسيلة للإقلاع عن التدخين، اختارت وزارة الصحة والشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية في احتفاء هذه السنة باليوم العالمي لمكافحة التدخين شعار التدخين بلاء والحركة دواء. فكانت الأنشطة الرياضية المتعددة على غرار المشي والمصارعة والتنس والتعبير الجسماني إلى جانب ورشات في الفنون التشكيلية والرسم في منتزه قرطاج. هناك عزوف على تعاطي النشاط البدني، وديما نقول ثم ان شيفر اللي هو يخوف على الاخر انه 83.7% من التوانسه ما يمارسوش الرياضه. نحبوا نكسروا الرقم هذا اللي هو مفزع ومفزع جدا. تعرفوا العلاقه بين الصحه والرياضه، هوني النشاط هذا يؤكد انه العلاقه بين الصحه والرياضه متينه جدا، ومن نجم نتجاوزوا العديد من المشاكل الصحيه الا من خلال الرياضه. فاميلي موف بالنسبه لي انا العائلة الكل تنجم تجي تعمل سبور، نشجع صغيراتنا، الناس الكبار، معناها حاجة اللي هي تبعد الصغير على التدخين وعلى إفة التدخين اللي قاعدة بالحق تضرنا وتضر صغارنا. حاجة مهمة برشا أن نوعيوا العائلات هذوما ونقولوا لهم راهو فما حاجة تنجم تمنعكم عن التدخين اللي هي ممارسة الرياضة. وعلى الصعيد العالمي وتقديرا لجهود تونس في مجال مكافحة التدخين والتزام وزارة الصحة بمقتضيات الاتفاقية الإطارية في هذا المجال، فقد تولت منظمة الصحة العالمية تكريم تونس في جنيف في تظاهرة استعرض خلالها وزير الصحة علي مرابط الجهود المبذولة لتطوير التشريعات في مجال مكافحة التدخين والإجراءات التوعوية والتثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن هذه الآفة. تتواصل احتفالات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بخمسينية هذا الصرح الوطني لغاية 20 جوان القادم، وبتكريم المندوبتين الجهويتين بياريانا ومنوبة وثلة من قدماء وأوائل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الذين ساهموا في النهوض ببرنامج الديوان عبر تحسين نوعية الحياة والإسهام في التنمية البشرية وتحديد النسل. التحكم في زيادة النسل، التحكم في زيادة النسل، من؟ من احنا قاعدين نعاونوا في زيادة النسل بالمستشفيات وبالطب وبالتحصل بالأطباء وبالتحصل بكذا، نتحكموا فيه. هو الخطاب الذي أعطى خلاله الرئيس لحبيب بورقيبة إشارة انطلاق النواة الأولى للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، صرح يهتم بالتوعية والعلاج المجاني في مجال الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، ومنها الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، خدمات صحية تطورت عبر السنين من خلال تركيز مندوبيات جهوية في كامل تراب الجمهورية وبعث فرق قارة ومتنقلة وقوافل صحية توعوية أسبوعياً تصل إلى كافة الجهات. تبدأ البرنامج في 66 وفي 73 الرئيس لحبيب بورقيبة زعيم لحبيب بورقيبة المرحوم هو اللي أعطى إشارة الانطلاق لوجدان هالديوان، وكانت الفكرة أنه نتحكموا في النمو الديموغرافي، والديوان راهو سوق المعرفة متاعه ومازال يسوق المعرفة متاعه والخبرة متاعه لبرشا بلدان إفريقية. عندنا خدمات في المراكز متاعنا وعندنا خدمات زادة على الميدان، كذلك عندنا خدمات توعوية أخرى تخرج في إطار القوافل الصحية. هذا يهم خاصة النساء اللي هم في الريف بعيدة، معناها ودولك أنا ما نجمش نوصل لك. وفي إطار الاحتفالات بخمسينية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اختارت المندوبيتان الجهويتان بأريانا ومنوبة تكريم 110 من قدماء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والذين ساهموا في النهوض ببرنامج الديوان عبر تحسين نوعية الحياة. وقت اللي في عهد الرئيس بورقيبة وقتها التنظيم العائلي وعملوا جائزة التنظيم العائلي باش يشجع الديوان على الخدمة بالطبيعة، فما زوز
نص فريق، فريق نتاع إرشاد ومعنى تعريف بالبرنامج، فريق تطبيق، تطبيق يعملوا لا سيسيون تاع دي او، يعطيوا حبوب منع الحمل، آلات منع الحمل. أول طبيب في الصحة الإنجابية ما يعني يعمل قلنا بلانتون الحالات، منهم التنظيم العائلي، منهم اللي عندهم مشاكل في الإنجاب، منهم اللي يحبوا يراقبوا مراقبة الحمل. عملنا عام 2002 أول تجربة في عمران البشري فيما يخص مبكر لسرطان الثدي، وهذا كانت إنجاز عظيم بالنسبة للمرأة التونسية خاصة، لأن سرطان الثدي ما كانش يدرس حتى في الكلية، ساعتين برك من الاختصاص. مناسبة تم خلالها تكريم شركاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في التوعية والتثقيف الصحي، منها جمعية نوران ومؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنيتين. دوليا الآن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأتراك منحوه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة، معلنا أن تركيا هي الفائز الوحيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ولم تعلن النتائج النهائية الرسمية بعد، لكن البيانات المستندة إلى الغالبية العظمى من صناديق الاقتراع المحصات أظهرت تقدم أردوغان وأدلى الأتراك اليوم بأصواتهم في جولة إعادة حاسمة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بالسباق الرئاسي على حساب منافسه كمال كليتشدار أوغلو، وقال أردوغان إن الأتراك منحوه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة، معلنا أن تركيا هي الفائز الوحيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وتأتي كلمة أردوغان التي يلقاها أمام أنصاره بمدينة إسطنبول رغم أن لجنة الانتخابات لم تعلن بعد النتائج النهائية، ولكنها تحدثت عن تقدمه بعد فرز نحو 74% من إجمالي الأصوات. وعلى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا التي دعي لها أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم بين المترشحين للسباق الرئاسي في دورته الثانية، الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، لتبدأ إثرها عمليات فرز الأصوات في تصويت ينظر إليه على أنه الأكثر أهمية منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة. وخالف أردوغان استطلاعات الرأي وحقق تقدما مرحا بفارق 5 نقاط مئوية تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى للانتخابات في 14 مايو، لكنه لم ينجح في الحصول على نسبة 50% المطلوبة لحسم السباق. وزادت خذ أردوغان بعد أدائه القوي غير المتوقع في الجولة الأولى رغم أزمة غلاء المعيشة وفوز تحالف يضم حزبه العدالة والتنمية المحافظ وحزب الحركة القومية وأحزاب أخرى بالانتخابات البرلمانية. ومن شأن فوز أردوغان في الانتخابات أن يرسخ حكمه الذي غير فيه ملامح تركيا وأعاد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست منذ 100 عام لتلائم رؤيته المتدينة، بينما أحكم قبضته على السلطة فيما يعتبره المعارضون توجها نحو حكم سلطوي. وعلى الصعيد العالمي، حاول أردوغان وجهة تركيا العضو في حلف الشمال الأطلسي بعيدا عن حلفائها الغربيين التقليديين، وأقام علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجعل من بلاده قوة إقليمية نافذة. ويقول منتقدون إنه زاد من الاستقطاب خلال فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاما وحتى خلال الحملة الانتخابية الحالية، لكنه نفى ذلك قبل انتخابات اليوم واتهم خصومه بأنهم يسممون الخطاب السياسي. دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل 6 أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، لكنه لم يسفر عن إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بالشكل المطلوب.
عشية انتهاء هدنة عاش على وقعها السودان هدوء نسبي لمدة أسبوع، دعت كل من السعودية والولايات المتحدة اليوم إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حد للمواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وإن لم ينجح في تحقيق هدف توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين. وقالت الرياض وواشنطن اللتان تولت مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة، قالت في بيان مشترك إنه رغم أن الاتفاق ليس كاملا فإن التمديد فيه سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. طرف نزاع من جهتهما أعرب عن النية لبحث مواصلة الهدنة، حيث قال الجيش السوداني إنه يبحث إمكانية تمديد الاتفاق، فيما أعلنت قوة الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات لتجديد الاتفاق والترتيبات الإنسانية المتعلقة به. وقد أدى اتفاق الهدنة لتوقف القتال العنيف، لكن الاشتباكات المتفرقة والضربات الجوية استمرت، كما استمر نزوح الآلاف حيث اجتاز أكثر من 300 ألف شخص حدود السودان منذ اندلاع القتال، واتجهت الأعداد الأكبر شمالا من الخرطوم إلى مصر أو غربا من دارفور إلى تشاد. تعتبر المنازل الرومانية بقرطاج من أهم المعالم الحضارية في تونس، معالم تؤصل التاريخ التونسي في بعده الكوني، ويسعى المعهد الوطني للتراث إلى تأكيد ذلك من خلال إعادة تجميع الفسيفساء التي تمثل أحد مميزات الحي الروماني الحضارية. في رحاب الحي حيث أن الرومان عندما يبنون يستعملون طريقة التخطيط العمودية حسب وفق أنهج. أهمها منزل كريبتوبورتيك، سمي هذا الاسم نسبة للكريبتوبورتيك وهو المخزن هذا طول الشكل، والذي به يعني باهو وسطي تحيط به الغرف. كنت أرقب المكان وأنتقل بين جنبات هذا الحي الأرستقراطي، وكان محدثي يعرج بي إلى قصص منازل علية القوم وتسمياتها وإلى حكاية الفسيفساء التي يقع تجميعها هنا من جديد، تعكس هذه الرغبة الإنسانية في تخليد الذكرى. علماء الآثار يسمون المنزل بشيء هام عثر عليه في ذلك المنزل، كفسيفساء هامة، كمنزل فسيفساء الخيول، فسيفساء يعني فيها يعني تجسيدات مهمة، كتجسيد كفسيفساء الطيور ومنزل الطيور الذي سمي بهذا الاسم. فالفسيفساء هنا هي هذا الكتاب المفتوح والموروث الناطق، والذي ينفتح على آفاق متعددة يقع تجميعه على أسس علمية وأصلية قد يسهم في إعادة كتابة تاريخ المكان. التراث ناطق الفسيفساء، سواء عبر ما التجسيدات الموجودة بها والصور الموجودة بها. عن الحديث لتدخل على فسيفساء بلاط يعني مصنوع من الرخام، رخام من الألوان مختلفة وأشكال يعني هندسية يتم قطعها، وهذا يعني ميزة المنازل الأرستقراطية. ومع المنازل الرومانية بهضبة الأوديون انتهت الرحلة عبر الزمان، وقد كنت أمام تجليات قرطاج الحضارة في المرحلة الرومانية، وكأن هذه الصخور والجدر تروي حكايتها، حكاية فسيفساء تمثل الموروث الزاخر وذاكرة أرضنا التونسية، تبوح بأسرارها وتؤكد أنها لبنة من موروث حضاري عالمي.
وفي أخبار الرياضة نعود مشاهدينا الكرام إلى الخبر الذي بدأنا به هذه النشرة، حيث توج الأولمبي الباجي بطلا لمسابقة كأس تونس لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه إثر تغلبه على الترجي الرياضي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم بملعب رادس أمام 30,000 متفرج. بعد النادي الصفاقسي في دور الثمانية والنادي الإفريقي في نصف النهائي، ضرب الأولمبي الباجي موعدا مع فوز تاريخي جديد على الترجي الرياضي في الدور النهائي، واستحق عن جدارة رفع لقب كأس تونس للمرة الثالثة في سجله، مكررا إنجاز عامي 1993 و2010. ففي مباراة دارت بملعب رادس أمام 30,000 متفرج، استحوذ الترجي الرياضي على الكرة في أغلب ردهات الشوط الأول دون صنع فرص واضحة للتسجيل ودون تهديد جدي لمرمى الحارس أشرف كرير، بينما اعتمد الأولمبي الباجي على المرتدات السريعة وكاد أن ينهي الشوط الأول متقدما لولا القائم الأيسر الذي وقف إلى جانب حارس الترجي صدقي الدبشي. وأمام غياب الحلول لم ينتظر معين الشعباني أكثر من 12 دقيقة في النصف الثاني من الحوار لإقحام الليبي حمد الهوني العائد من الإصابة، لكن الأولمبي الباجي واصل تماسكه الدفاعي وحاول التقدم أكثر للهجوم، فكانت فرصة عثمان السعيدي بمثابة الإنذار بما أن الدقيقة 66 حملت هدف الأسبقية للأحمر والأبيض عبر هداف الفريق هذا الموسم أسامة بوغرة الذي تعامل بمهارة مع توزيعة محمد لمين با مطلقا الفرحة الباجية. فيما تبقى من دقائق أحكم الأولمبي الباجي غلق المنافذ على هجوم الترجي الضاغط بكل ثقله تاركا مساحات في الدفاع كاد أن يستغلها الأولمبي دون أن يؤثر ضياع الفرص على النتيجة النهائية، حيث أعلنت صافرة الحكم هيثم جيرات انطلاق الاحتفالات الباجية بلقب مستحق لما قدمه الفريق من أداء متميز طيلة هذا الموسم، سواء مع المدرب طارق جراية أو جمال خشارم الذي بات أول مدرب تونسي يقود الأولمبي الباجي لتتويج بالكأس. اليوم فرحة كبيرة في باجة، ثالث مرة نهزوا الكاس، واليوم بصراحة اليوم طعمه خاص جدا على خاطر أربع أيام برسك الباجية ما رقدوش وفرحانين برشا برشا وحطوا في مخهم اللي احنا لازم نروحوا بالكاس. مبروك الكاس على باجة وإن شاء الله من حسن لأحسن، ومبروك على فريقنا الباجي وإن شاء الله ربي منصور ديما، إن شاء الله مبروك علينا كوليكا. فرحانين، هذه فرحة ثالثة، فهمتني؟ إن شاء الله ديما فرحانين وفرحين برشا للأولمبيك والحمد لله. مبروك باجة وإن شاء الله مربوحة. تحية باجة. أسامة بوغرة كان عريس النهائي في نسخة الهادي شاكر التي منحت الأولمبي الباجي بطاقة التواجد في المسابقات القارية الموسم المقبل. وانطلقت اليوم بمسلك البلفيدير في تونس العاصمة منافسة البطولة الوطنية لسباق السيارات السياحية التي تنظمها الجامعة التونسية للسيارات، وشهدت الجولة الأولى مشاركة 11 متسابقا تنافسوا في أجواء رياضية لافتة. تنظيم محكم الحمد لله، أمن المسلك بما فيه الكفاية، أمن يعني يخلي السلامة للمتسابقين وللجمهور الحاضر. الحمد لله إن شاء الله بطولة موفقة، خمسة جولات هذه الجولة الأولى، إن شاء الله ترجع البطولة بعد الصيف. عندنا إن شاء الله السبت الجاي جد البطولة الوطنية للألعاب الإلكترونية مع الجامعة الوطنية للألعاب الإلكترونية. فرحانين، عاملين برشا جو، سي لو روتور دو كومبيتيسيون، وإن شاء الله زينا نسوق ونتفرهدوا الناس الكل ونروحوا كل لاباس. المسلك سخون شوية اليوم، فما لعبة العباد قرب لبعضهم، وإن شاء الله كل واحد يعمل اللي عليه باش يجيب البلاصة الأولى. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. الأولمبي الباجي يتوج بلقب كأس تونس كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الترجي الرياضي. أكثر من 13,000 وفاة سنويا سببها التدخين، والأطباء والمختصون يؤكدون مضاره الصحية ويدعون إلى ضرورة ممارسة الرياضة. أردوغان يعلن فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية على منافسه كليتشدار أوغلو.
أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.